السلام عليكم. عنوان المختبر لهذا اليوم هو الارتريز اللي أخذناها سابقا بالمحاضرات. أهم ارتريز أخذناها بالمحاضرة هي الفاشيال ارتري والسوبرفيشيال تمبرال ارتري، فاشيال ارتري والسوبرفيشيال تمبرال ارتري. فنراويكم إياها على سكال. هذا هو الفاشيال ارتري، هذا هو الفاشيال ارتري اللي هو المصدر مال التمرين، راح يجيني من الكستيرنال كاروتيد ارتري. لاحظ هذا الكمان كاروتيد ارتري ينقسم الى قسمين، هذا هو الاكسترنال كاروتيد ارتري والمور ديب او ميديالي راح يكون عندنا الانترنال كاروتيد ارتري. اكسترنال كاروتيد ارتري ينطيني 8 برانشز اللي احنا اخذناها بالمرحله الاولى، زين. فمن ضمن الايت برانشز كان عندي الفيشيال ارتريز ارتري والسوبرفيشيال تمبرال ارتري، كان عندي اوكسيبيتال ارتري يروح الى الخلف الى الاوكسيبيتال ريجين، والانترنال كاروتيد ارتري طبعا ما بي برانشز، داخل السكال راح يكون عندي بي برانشز. فهنا هذا الفيشيال ارتري راح ينطيني برانشز، اللي اول برانش راح يكون عندي سبمنتال، هذا هو السبمنتال ارتري، وبعدها راح ينطي الانفيريور والسوبيريور ليبيال ارتريز، وبعدها طبعا هنا ما مكتمل، بعدها راح ينطي اللاترال نيزل ارتري. انا طبعا راح اخذ يعني سامبل وهل موجود اني اراويكم اياه ان شاء الله. الاخر الارتري الاخر هو عباره عن السوبرفيشيال تمبرال ارتري، سوبرفيشيال تمبرال ارتري اللي راح ينطيني برانش يروح على الفيس اسميه ترانسفيرس فيشيال ارتري، ترانسفيرس فيشيال ارتري. وهذا اللي تحت يكون عندي ديب، هذا هو الماكسيلاري ارتري، هذا بعدين اشرحه ما له علاقه بيه هسه. وهذا اللي هنا هو عباره عن الاوكسيبيتال ارتري، اوكسيبيتال ارتري. هذا السامبل، اجي على السامبل الاخر شنو اقدر اشوف فيه. هنا الفيشيال ارتري مو كلش واضح كانما مقطع، ليش؟ لانه جايبين المصل وحاطيها مرجعيها، لانه هو يمشي ديب. لاحظ وين يمشي، هذا هو الفيشيال ارتري، طبعا شوف يمشي انتيرير، موقع انتيرير بالنسبه للفيشيال فين، هذا الخلفه فيشيال فين. هنا يعني مجرد سامبل، بالحقيقه هو مو يكون بهالطريقه، هذا هو يكون متعرج بينما الستريت اللي هو راح يكون عندي الفين، يعني الارتري راح يكون عندي متعرج والفين هو اللي راح يكون عندي عدل، الارتري بالامام الفين خلفه، واثنيناتهم يكونون انتيرير الى المسيتر مصل، هذه المصل هي المسيتر مصل. قلنا يمشي بال يعني ديب للدايليتر مصل اوف ذا ماوث. وهنا طبعا ايضا من يمشي راح ينطيني برانشز، ما واضحه لي انه قلنا ديب. وهنا من يطلع انطى برانشز الى النوز، وينتهي بالحقيقه بالميديال انجل اوف ذا اي، وعنده كوميونيكيشن مع الارتريز اللي هي تمشي على الفور هيد. هنا ايضا عندي السوبرفيشال تمبرال ارتري، نلاحظ يمشي ويا السوبرفيشال تمبرال فين، والنيرف اللي يمشي وياه راح اسميه اوريكولو تمبرال نيرف، اوريكولو تمبرال نيرف، ينطيني هنا برانج اسميه ترانسفيرز فيشيال، ترانسفيرز فيشيال ارتري، برانج فروم سوبرفيشيال تمبرال ارتري. ولو نلاحظ بالخلف راح يكون عندي هنا بوستيريور اوريكولار ارتري، بوستيريور اوريكولار ارتري، وبالخلف كلش راح يكون عندي الاوكسيبيتال ارتري، بوستيريور اوريكولار ارتري و الاوكسيبيتال ارتري اثنيناتهم هي عباره عن برانشز فروم اكسترنال كاروتيد ارتري. اجي على السامبل الاخر ايضا هنا باعتبار سكال، فراح يكون عندي الارتري واضح، ايضا هنا عندي كمان كاروتيد ارتري ينقسم الى اكسترنال كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري، اكسترنال كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري. والاكسترنال كاروتيد ارتري هنا حاليا هو اللي يهمنا، اللي هو دا ينطيني برانشز، اللي هنا اشوفه قدامي هو دا ينطيني الاوكسيبيتال
هذا هو الاوكسيبيتال ارتري، وهذا هو البوستيريور اوريكولار ارتري، وهذا السوبرفيشال تمبورال ارتري، وعندي هنا الديب ديبلي، هذا هو المكسيلري ارتري. ندخل ديب، لو ارجع الماندبل يعني تقريبا هذه المنطقة، زين جزء من الفيشيال ارتري راسمين اياه او مسوين اياه، هذا هو، هذا هو الجزء، هو عبارة عن فيشيال ارتري، والتحته هذا مو من الفيشيال ارتري، هذا سبليمنت، يعني اكو ارتريز موجودة بالفيس ايضا تساعد التو ارتريز، التو مين ارتريز اللي هي المين ارتريز قلنا فيشيال ارتري وسوبرفيشيال تمبرال ارتري، عندنا قسم من الارتريز ايضا صغار راح يكونون يساعدون ويغذون بقيه الفيس اللي هو واحد من عندهم اللي هو الانفرا اوربيتال ارتري، انفرا اوربيتال ارتري، هذا هو الانفرا اوربيتال ارتري، يطلع من انفرا اوربيتال فورامن، هو لاحظ بالاوربت منين جاي، يعني هذا هو موقعه، يدخل بالبون ويطلع من الاسفل، انفرا اوربيتال ارتري. اذا اريد اروح على السامبل الاخر، هذا هو السامبل الاخر، لاحظ عندنا الفيشيال ارتري، فيشيال ارتري اول برانش راح ينطيني اياه سبمنتال، سبمنتال ارتري، هذا هو سبمنتال ارتري، خلي شويه الارتري دي ينطيني السبمنتال ارتري، يجي يصعد على الشن وينطي للشن واللور ليب، وبعدها ينطي الى الانفيريور والى السوبيريور ليبيال، يعني ينطي اللور ليب والابر ليب باي انفيريور اند سوبيريور ليبيال ارتريز، وبعدها راح يمشي على النوز، راح ينطي اللاترال نيزل ارتري، وبعدها راح ينتهي هنا، ينتهي بالانجل اوف ذا اي، وعنده كوميونيكيشن مع السوبرا تروكليير، هذا هو السوبرا تروكليير، وهذا العفو اي نعم، هذا السوبرا تروكليير وهذا السوبرا اوربيتال ارتري، اللي هو منين جاييني؟ جاييني من داخل الاوربيتال كافيتي، مصدرهم منين؟ الاصلي مصدرهم من الانترنال كاروتيد ارتري، يعني ايش راح يصير عندي هنا كوميونيكيشن بين ذا بلاد فروم الاكسترنال كاروتيد ارتري والانترنال كاروتيد ارتري. هذا بالنسبة للارتري، هنا أنا عندي سامبل همين احتمال بهم، وأنا أريد أراويكم كلها حتى تصير عندكم فكرة. هذا السامبل الآخر نفس الشيء، هذا هو الفيشل ارتري، يكون عندنا ديب ودا ينطيني البرانشز مالته انفيريور والسوبيريور، ويمشي بعدين ينطي للنيزل وينتهي قلنا إلى الانجل اوف ذا اي. هنا أنا الارتريز الموجودة عندنا السوبرا تروكليير، سوبرا اوربيتال ارتريز، هنا هنا سوبرفيشال تمبورال ارتري والبوستيريور اوريكولار ارتري، بوستيريور اوريكولار ارتري، وايضا عندي اوكسيبيتال ارتري، اوكسيبيتال ارتري يطلع من هذه الانجل. هذا هو طبعا اللي شرحناها بالمحاضره، قلنا الستيرنوكليدوماستويد ماسل تقسم النك الى انتيرير تراينجل، يعني الانتيريور تو ستيرنوكليدوماستويد اسميها انتيريور تراينجل، والبوستيريور لها اسميها بوستيريور تراينجل، والاوكسيبيتال ارتري دي يطلع من الابيكس اوف بوستيريور تراينجل. هذا كل ما موجود بالارتريز اللي اخذناها ان شاء الله، واللي عنده سؤال يسالني وقت الميتنج. شكرا جزيلا لحسن الاستماع.